السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نداء أخير للشعب الجزائري، أي إنسان دخل في شركة مهما كانت الاسم تاعها، ما تقوليش الاسم فلان وفلان، أي إنسان دخل في شركة من الشركات الاستثمار هذه يروح يجبد دراهمه مهما كانت الاسم تاعها. راني نقول لكم ونعاود لكم، راني درت لكم شحال من فيديو، الناس كاع راح الضحية. البارح بالبارح درت فيديو وصرات وصرا البارح وفي المشاكل اللي راهم صراو، كاين الناس بزاف ديجا واحد 10 ولا 20 مليار في لي كومونتير، واحد 50 واحد 700 واحد 300 ولا. اي انسان دخل في شركة استثمار مهما كان الاسم تاعها يجبد روحه ويروح يجبد دراهمه باش يعرف باللي راه في الطريق الصحيح، يروح ليهم يقول لهم يا ناس اعطوني دراهمي، لا ما عطاوكش دراهمك روح عند الدرك الوطني وعند وكيل الجمهورية، على خاطر الناس كاع راح الضحية في الشركات الوهمية هذه. وحنا هضرنا وكاين الاخوان بزاف هضروا وكاين الدرك الوطني دار اعلانات لوكيل الجمهورية، الناس كاملة راهي تهضر، مي الشعب هذا ما حبش يفيق. الاخوان الكرام كيما نقول لكم ونعاود لكم، اي انسان مهما كانت الصفة تاعو، مرا راجل دخل في اي شركة استثمار بوسك على انا راني على بالي، وجوني في كومونتير بزاف الاف تاع الشركات، قول الاسم اللي جا في خاطرك، اي ما حبش نسمي اي اسامي جو في بالك، انت واش دير؟ وروح للشركه هذه قول لهم انا حاب نجبد دراهمي، دوك يعرفوا واش كاين، ما يقولكش راني راح نستثمر من بعد ولي غدوه. هنا تعرف باللي ما حبش من ديك الدراهم، كي تروح ليه تقول له حاب نسحب الاموال تاعي حبست، لهنا يبان الخرايب تاعو. كاين بزاف اللي راهم يجيو يقولوا لكم ما كان لها تروح دير شكوى، راهم دايرين عقد، رانا عندنا محامي، رانا عندنا، ما تاخذوش الراي. كاين العداله الجزائريه والدوله الجزائريه والدارك الوطني، عندكم الزوج ومصالح الامنيه والشرطه القضائيه، روحوا ليهم كاع. اي انسان راه حاصل اخوان الكرام يروح، نعاود ونكرر، جميع انسان داخل في شركه استثمار كما نقولوا بين قوسين شركه استثمار، احنا ما عندنا شركه استثمار هنا في الجزائر، عندنا البورصه الجزائريه، عندنا قرض الشعبي الوطني، واحد ما يدوخكم. جميع انسان داخل يروح الاخوان الكرام يقول لهم اعطوني دراهمي مهما كانت اسم الشركه، رانا نهضر ونعاود ونكرر، هذا نداء اخير كامل للشعب. جميع انسان على خاطر كاين اللي مات وكاين اللي مرض وكاين اللي حكمتهم لا طونسيون بزاف، حاله طلاق بزاف، تفكك اسري في الجزائر راه تفكك رهيب، حاله الطلاق راهي في ازدياد غير من المشاكل هذه. ماذا بكم الاخوان الكرام، خذوا الشهاده تاعنا بعين الاعتبار وما تقولوش خطره اخرى راه ما قالوا لنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.